تنقدم لكم المعلم زوزو باسم عزيز الفنان القناوي جامعة التراث. بديت هذا الفن في 89 زعما كنت دايرو زعما ما تنتسلى به، ما كنت زعما عارف راسي بلي راني غادي نسجل، ما كنتش عارف راسي بلي هادشي غادي يمشي بعيد واحد البعد كبير. فدرتو هكا فديتو للمنتج بقى عليا جيب لي سميتو نتصن داكشي، بقيت نديرو ولقيت زعما عليه الاقبال. قلت قال لي والله تمشيو نسجلو ان شاء الله، نديرو شي شهر. هي هذيك مشينا ان شاء الله وسجلنا. رانا ملي خرج الشريط ان شاء الله خرج داكشي، يا سلام زعما داكشي واحد الاقبال، واحد لو ستيل زعما كلشي الناس تشوقوا ليه، ماشي بزاف بزاف بزاف. والحمد لله مشات المسيره هكا. من بعدها بديت ديما كان كل خطا زعما كل ديكاسيت كل خطا زعما شريط. والحمد لله بقيت غالي مزيان والناس تيبغيو هادشي ديالي، ما فيه لا كلام ديال الساقيط ولا داكشي على النبي وعلى النصائح وعلى الوالدين وعلى سميتو. الحمد لله شفيعنا يا المصطفى يا حبيب الله، هذه دار النبي واحد النهار كانت رجلي فيها شي ضريبه هكا، ما كنتش حاسس بها انا كاع، وخليتها انا هملتها في الصراحه. هذا الله سحبني زعما شي حاجه، يا ديك تبقى تنفخات ليا بوحدها. وديك الساعه ترى اللي ترى مشيت للطبيب قال لك شنو خصك، قال لك راه كون جبتيها شحال كون زعما جيتي شحال هذيك وما وقعش كاع المشكل. قلت له اخويا ما عندي، ما غادي ندير هذا الشيء، ما كنا تنمرضوا راك عرفت المرضوا ما كديوهاش في راسنا كاع، داك الشيء زعما سحبنا داك الشيء راه دايز. الناس تاثروا فيا في الصراحه الله، سي راه جميع ما باكش اللي جاو معايا في الطبيب كاع الناس كلشي ما كاينش اللي ما جاش طلع عليا الحمد لله. ولكن بداك النفس القويه اللي عندي زعما تغلبت على داك الماتش، لقاش دوزت واحد المرحله صعبه ما يدوهاش شي واحد بصراحه الله، صعبه بزاف وما تنعش كاع. الشعور ديالي فاش قعدوا يحيدوا لي رجل زعما ما كنتش باغي زعما، ولكن ما عندك ما غادي دير، هذا القضاء الله، ما عندك ما غادي دير. شعرت ما شط الضب تسخب شي حاجه من الدات ديالك تمشي لك. بالنسبه لابارافيس ركبت النوبات الاولى جاتني ما جاتنيش بحال اللي نورمال صراحه الله. ولكن مع المده ولفت، وكان واحد صديق الاخ ديالي كيخدم معاه في العماله هو اللي شافنا هذه الجمعيه هذه، ما كنعرفهاش انا هذه الجمعيه. حتى مساكن داروا زعما داروا الخير ديالهم وما ننساش خيرهم الصراحه هذا الله. جا صابوا لي لابورا مشيت شديت العبار وقادوها لي والحمد لله، تكثر الله يكثر خيرهم وراني تنجازيهم حتى هما بالشكر، والشكر من عند الله. هذا هو اللي وتتمنى الله حاليا عاد بغيت ندير شي وحده مزيانه عاوتاني تكون اوريجينال مزيانه ان شاء الله. الا خرجت شي خرجه على برا جاب الله، شي خرجه على برا صوب ما مزيانه. ايوا ترى اللي طاش نقول لك ترى المشكل ما الحمد لله، ولكن كل شيء ديال الله، ما عندنا ما غادي نديرو كاع الابتلاء مع عند الله. ما انا الحمد لله فرحان وكل شيء، مازال زعما قراني قنطان ولا، ولكن الحمد لله واخا ان شاء الله راني مستمر الحياه الفنيه زعما قاومت واخا الله يخطي عليا المره ديالي اللي عاونتني زعما في ديك الحاله اللي كنت فيها زعما راه ما عمري نسى خيرها. وقفات معايا وقفات ورجل ملي كنت في الاستوديو زعما كنت خدام مزيان، كانت عندي استوديو بحال شي مدرسه، ما كاينش اللي ما كيجيش عندي من البلدان ومن كل شيء، ماشي غير مكناس، راه اثرت شباب قلت لك اثرتهم تبارك الله وصلوا ماشي والحمد لله. ولكن ملي وقعت الواقعه صافي رخيت استوديو صافي حالتي الصحيه ما كتبتش، مي رجعت للدار. دابا راني تندير في الدار، ولكن ما بقاش زعما بحال استوديو نقصات شويه القضيه. المهم فهمتيني، نقصت القضيه شويه ولكن الحمد لله انا كنبقى لي في الدار شويه هكا وهكا وصافي، ماشي بحال الاستوديو اللي كنت فيه. بالنسبه للكليان تيجيو عندي واخا تيقلبوا في ما كنت تيجيو عندي، لقيت كنت عزيز على اي واحد،
عرفت شنو هو عزيز؟ خلي كاع الموسيقى ابار والتسجيل ابار، ولكن ديك الطيبوبه باش كنتعامل مع بنادم هي اللي كتعجبني، اللي يجي يطلع عليا ويجي عندي، هذيك هي الفرحه عندي انا كلشي كاع. والحمد لله تيجيو الدراري من اي قنت كانوا كيجيو عندي الحمد لله، زعما ماشي ما قطعوش رجليهم، ولكن ماشي بحال زعما كنت في الاستوديو ديك الساعه كنت تخدم مع كلشي. تنتمنى من المسؤولين يشوفوا من الحاله ديال الانسان زعما، ويحاولوا في وجهه النظر ويشوفوا في الحاله ديال بنادم كي كانوا كيولوا زعما يعاونوا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.